وسلم وبارك صلاة الله ما لها سواد على خير ما ركب النجاة صلي وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستحقق به رب حديثين وارضى عن نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وسيرته مستقيما قال في حقه من لم يزل سميعا عليما. إن الله اللهم صل عليه. وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحديث الأول عن بحر العلم الدافق ولسان القرآن الناطق أو حديث علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه. إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بألفي عام يسبح الله ذلك النور يسبح الله. فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينته قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه. حملني في السفينة في صلب نوح وجعلني في صلب الخليل إبراهيم حين قذف به في النار ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأسلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على سفاح قط. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل وسلم وبارك عليه. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن قعب الأحبار قال
النبي يخرج آخر الزمان، مولده بمكة وهجرته بالمدينة، وسلطانه بالشام يقش شعره ويتزر على وسطه، يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم، يكبرون الله تعالى على كل شرف، يسفون في صلاتك صفوفهم في القتال، قلوبهم مساخفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء، ثلث يدخلون الجنة بغير حساب، وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم، وثلث يأتون بذنوبهم وخطايا عظام، فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم، فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال، غير أنهم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فيقول الحق